طبعا الجميل في ماتش كوت ديفوار يعني انه بعيدا بقى عن الاداء التكتيكي اللي كان غايب بقاله فتره في ارضيه الملعب، اللافت للانظار هو الروح اللي كانت عليها كل اللاعبين، كل واحد فيهم كان بيموت نفسه في ارضيه الملعب، حتى اللي كانوا على دكه الاحتياط البدلاء كلهم كانوا مليانين روح وحماسه وثقه بان هم هيفوزوا. شفنا ده كمان جدا بين الشناوي وبين ابو جبل بعد المباراه، كان في مجموعه من اللقطات الرائعه ما بينهم هما الاثنين. قد ايه الروح دي يا حضرات هي اللي ممكن تبقى اول اسباب النجاح، خطواتك للامام دايما بتبقى فيها دعم، وده اللي احنا عايزينه طبعا بصفه خاصه النهارده باذن الله قدام المغرب. هو بطبيعه الحال ديربي عربي امام اشقائنا، ولكن طبعا اكيد هدفنا ان احنا نفوز ونتاهل لدور نصف النهائي، وباذن الله نقدر لو لعبنا بنفس الاداء وبنفس الروح اكيد هتكون النتيجه ان شاء الله لصالحنا. طبعا ماتش قوي مفيش ذره شك، ماتش قوي، المغرب فريق تقيل، منتخب تقيل ومش حاجه جديده طول عمره، والجيل الحالي عندهم طبعا لعيبه محترفه على اعلى مستوى، اشرف حكيمي، يوسف النصيري، الحارس ياسين بونو، لكن احنا برضو مش قليلين يا حضرات. لا لا احنا مش قليلين يا حكيم، احنا مش قليلين ابدا، ولو مش واخدين بالهم نخليهم ياخدوا بالهم، بس نخليهم ياخدوا بالهم. ايوه صح، شفت بقى ايه؟ ما هو الرد دايما على الارض، يعني الكلام كتير بس الرد بيكون على الارض.